وطبعا البنت هذه أظن سألت عن الصيام. نعم شيخ. أرى أنها ما تصوم، الصغيرة ما الإمام مالك يرى أنه لا نكلف الأطفال بالصوم، إن أحبوا يصوم يصوم، لكن ما نكلفهم لأن الصوم متعب. هي صغيرة يعني لازال لأن الصوم متعب. نعم. وإذا أحب حد منهم يتكلف الصوم لا بأس، لأنه لا عليهم يعني حب يفطر حب بعض يصوم. العوائل شيخ كتدريب يعني مثلا وقع ذلك ساعة. في السلف الصالح. نعم. أنهم كانوا يدربوا كانوا يعلوهم، لكن الإمام مالك يرى أنه الطفل أنه ليس من مصلحة جسمه الصوم لأنه لم لا قال نأمرهم بالصلاة، المالكية عندهم نأمرهم بالصلاة ولا نأمرهم بالصيام لأن الصوم فيه تعذيب له، فإن أحب يصوم بدون ضرر عليه، ما إذا كان فيه ضرر لا ننهاه. نعم. عن الصوم.